تقول إحدى نظريات المؤامرة أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتهجير شيعة لبنان إلى العراق ضمن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لخلق شرق أوسط جديد يعاد من خلاله تشكيل المنطقة على أسس طائفية وعرقية ليصبح العراق مكاناً لدولة الشيعة العرب. ويقول الخبر الرسمي أن العراق استقبل على مدار 10 أيام 5000 مواطن لبناني عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي بشكل مجاني وبتسهيلات خيالية تشمل الدخول من دون فيزا أو حتى جواز سفر والاكتفاء بالبطاقات التعريفية أو جواز مرور يصدر من السفارة اللبنانية في دمشق، السماح بالدخول بالسيارات الخاصة، إدخال الطلاب اللبنانيين النازحين في المدارس العراقية وتوفير المستلزمات الضرورية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. هذا وتم استغلال مدينة الزائرين في محافظة كربلاء لاستقبال اللبنانيين النازحين، وتم نقل عدد منهم إلى العتبة العلوية في محافظة النجف جنوب العراق، وأنه يتم التجهيز لإعادة فتح مخيمات النازحين السابقة بعد إعادة تأهيلها. فهل من رابط بين النظرية والخبر؟ ولماذا يقدم العراق كل هذه التسهيلات؟ هل فعلاً بدأ تنفيذ المخطط؟ وما هو أصلاً هذا المخطط؟ بداية، يلاحظ منذ فترة أن خطاب بعض المتطرفين المقربين من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش يتركز على فكرة إعادة توطين سكان جنوب لبنان في بلد آخر، وتقوم قناة I24 العبرية بفتح نقاشات بهذا الخصوص. وتؤكد مصادر خاصة لسبوتشوت أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي هذا جاري تنفيذه، والمليون شيعي المهجر اليوم من الجنوب والبقاع وبعلبك والضاحية بدأوا بمغادرة لبنان نحو سوريا، لكن علاقتهم المتوترة مع النظام السوري من جهة والتسهيلات العراقية من جهة أخرى ستقودهم نحو العراق. وترى المصادر أن العراق يعتبر نفسه معنياً بشيعة لبنان وهو يساعد بتنفيذ هذا المخطط، ولكن من حيث لا يدري، مشيرة إلى أن الأسلوب الإسرائيلي بتدمير قرى جنوب الليطاني يهدف إلى تجريد هذه المنطقة من السكان وليس فقط من السلاح، وأن مهجري لبنان اليوم خلافاً لما حصل عام 2006 سيجدون صعوبة بالعودة مجدداً إلى قراهم ومدنهم خصوصاً مع غياب دعم إعادة الإعمار، وسيفضل الشيعي اللبناني العراق على أن يتشرد في شوارع بيروت. وتشير معلومات سبوتشوت إلى أن النازحين في جبل لبنان اليوم لن يتمكنوا من البقاء في مناطق نزوحهم الحالية، فهناك قرار مسيحي على أعلى مستوى بعدم السماح بذلك على المدى المتوسط والبعيد. في المقابل تقوم سردية الشيعة المقربين من خط الحزب على أن هذا المشروع كان لينفذ عام 2006 لكن حزب الله حال دون نجاحه. وتؤكد مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لسبوتشوت أنه نعم قد يكون هناك من يذهب إلى العراق ولن يعود، لكن النسبة النازحة حتى اليوم ضئيلة، وعقلية ابن الجنوب على مدار التاريخ تؤكد أنه لن يترك أرضه. وتفيد معلومات سبوتشوت بأن المخطط العراقي اليوم ليس لتثبيت النازحين هناك، أولاً لأنهم سيكونون عبئاً معيشياً إضافياً على البلد، وثانياً لأن العراق يسمح للنازحين بالسفر مجدداً إلى أي بلد آخر، إنما مع ضعف الخيارات المتاحة للسفر يرجح بقائهم هناك إلى أجل غير معلوم. وأنتم مشاهدين الكرام، هل ترون أن المخطط ينفذ فعلاً أم أن فترة النزوح لن تطول كثيراً؟